تمكنت الفرقة المساس بالممتلكات التابعة للفرقة الجنائية لأمن ولاية وهران من وضع حد لنشاط مصنعين يعملان بطريقة غير قانونية مختصين في إنتاج مادة التبغ من نوع الشمة المغشوشة والمقلدة، مع حركة تبويض الأموال وممارسة نشاط تجاري غير شرعي بدون ترخيص وبدون اعتماد، مع حجز ما يقارب 1000 قنطار من مادة التبغ من نوع الشمة، حجز 11 مركبة، حجز كذلك مبلغ مالي الذي يعتبر من عائدات بيع هذه السموم المقدر ب 986 مليون سنتيم، كذلك إيقاف وإيقاع كافة عناصر هذه الشبكة قدر عددهم ب7 أشخاص. كافة الإجراءات القانونية المعمول بها تخذت في شأنهم وسوف يحلون أمام العدالة.